la mangeur. Ça fait l'impression d'un ami. خريجين إدارة معهد تقني زراعة تربية، صار لنا هاي سنة ثالثة نتظاهر نمنا بالشارع، انبسطنا من قبل الشغب، لا واحد ما يعيرونا أي اهتمام ولا واحد يهتم منا، ما خلينا نشوف عشائر، ما خلينا نواب. داومنا كشهر كامل في دوائر الدولة بأمر إداري من محافظة المثنى، وآخر شيء بغير أمر إداري تم تسفيرنا وخروج هاي الشباب الآلاف من المحافظة بسبب بأمر غير إداري. بعد دوامنا مدة شهر تفاجأنا بكتاب إلغاء، عندما كنا قبل ننتظر انه التثبيت وتخصيص المالي، تفاجأنا بكتاب الغاء. صار لنا هاي حوالي شهر ونص ننتظر انه نرجع لدوامنا، لحد الان تسويف، لاكو استجابه من المحافظه ولا من النواب ولا من الجهات المختصه بمحافظه المثنى. هذا تشوف مفترشين الارض ليل ونهار. صار لنا حوالي شهر ونص مطرنا من دوارنا بدون اي سبب يذكر. يابا شنو السبب اللي استبعدتونا من دوارنا؟ والله كتابكم بخطأ اداري. لحد هاي اللحظه لاكو تصحيح ولاكو استجابه، حد شوف في الارض. صار لنا حوالي هاي شهر ونص مكسيه. نحن متظاهرين محافظه المثنى، نفترش الارض منذ 3 سنوات، يبلغ عددنا 811. بعد سنه 2022 تم تقليص عددنا الى 400 قاليم، 411 تنميه قاليم، 400 عقود. صعدت كتبنا، صعدت كل الاسماء الى بغداد، وافقت الامانه العامه، وافقت الماليه، مستشار رئيس الوزراء وافق. جانا امر اداري للمحافظه، وزعوا الاوامر الاداريه حسب الاصول، يعني ماكو اي اشكال. المحافظ كان متعاون وياني، دخلنا للدوائر. ورا فتره شهر طلعنا من الدوائر، ما نعرف شنو السبب. يابا شنو هي؟ اجت النزاهه من بغداد انه تزوير بالكتاب. هل هذا التزوير يتحمل الاستاذ اللي دخل الدوائر ام المحافظه؟ انت من نطلع 400 موظف وكلهم بامس الحاجه الى دوائرهم، كان تربيه وكان اداره وكان زراعه. انا احكي لك عن قضاء الخضر، عندنا مدرسه 1200 طالب، وانا اختصاص اجتماعيات، بس اني بال 1200 طالب بس انا اجتماعيات اخذ باليوم 8 حصص، 6 حصص، بس مدرس الرياضيات ياخذ هاي الحصص، واجتماعيات اخذ باليوم 8 حصص. هل من معقول يعني انت بامس الحاجه للخريج التربوي؟ يعني شنو السبب انت من قطعت رزق 400 عائله؟ هل هو سبب سياسي تتحمله انت لو تحمله احنا؟ النواب بالسماوه تشتغل ضدنا، قاعد في سبيل شنو تشتغل ضد المحافظه؟ مشكله سياسيه يتحملها الخريج، شنو السبب؟ ما ادري وين المشكله. هل شوف العالم هاي، شوف هالنسوان هاي اللي قاعده منها بالشارع، يعني بالقوه تطلع المراه، بالقوه تطلع من بيتها، شاهد الله، وصلت مرحله حاله الطلاق. يعني شنو ذنب العالم هاي؟ الشباب حصر عليها 1000 دينار، شنو شاب ما بجيبه 1000 دينار يوصل؟ يعني انا بالدراجي وجهنا يوميا دين الكروجي مسافه 70 كيلو، في سبيل شنو عايش عاتب بيش ب 400,000؟ هن يسوون 400,000؟ يا حكومه محمد شياع السوداني، وارجو ارجو منكم يا عيني، انتم من الصحفيين توصلون صوتي لهذا محمد شياع السوداني، قل له انت ابنك يرضى بال 400,000 يوميا وانا شهريا وعنده عائله؟ المشتكى لله.
تقريبا صارت 3 سنوات، هاي السنة الرابعة دخلنا بيها. داومنا 21 يوم بعقد مزور من المحافظ. اجى امر الغاء مباشرتنا، يابا طلعنا ليش الغيت المباشره مالتنا؟ على اساس انه ماكو يعني نهائيا اصل ال 400، زين شلون دخلنا الكتاب مباشره للدوائر؟ 21 يوم واحنا طلعتنا للشارع يعني مو من لا شيء، احنا خريجين عندنا سنوات تخرج واغلبيتنا كانوا يعني اجراء بعده دوائر وهمين طلعوا. وانا احد يعني كنت اجراء باحد الدوائر وطلعت. فاحنا اللي جاي نطالب به حقنا بالتعيين، حق اي خريج، اي خريج حقه انه يتعين. اليوم عايفه عائلتك؟ طبعا، مو بس اني، اغلبيه البنات عايفين عوائلهم، ازواجهم، جهالهم، عفنا مسؤوليات هوايه، التزامات هواي، في سبيل شنو؟ انه نتعين. احنا ما طالبين منه شيء مستحيل. الطالب لما يتخرج يكون يعني المنفذ الوحيد بعد التخرج اللي هو التعيين، يبدي مسيره حياه جديده، مسيرة الحياة جديدة، يخدم مجتمع، مو بس يخدم نفسه ولا بس عائلته، يخدم مجتمع. المدرس يربي أجيال، الإداري يعني يخدم دائرة. وعدنا خدمة وعدنا أشهر دوامناها حتى بدون راتب، حتى بدون وسائط نقل، يعني حتى دائرة السيارة ما يوصلونا لبيوتنا. يا بقى أنت أجير بدون راتب، وإذا اضطرينا أنه نصعد وياهم تجيبوا الفلوس مال بنزين مال السيارة. يعني وصلنا لهيك مرحلة. واحنا بالنسبه يعني احنا جايين نطالب محافظنا، ما نطالب جهه يعني غير معنيه بينا، لا احنا نطالب المحافظ اللي هو مسؤول عن محافظه، مو مسؤول عن جهه وجهه او عن فئه وفئه، لا. لما هو صار محافظ، هو اول خدمه يقدمها هو الابناء محافظته. احنا واجهته قدام المحافظات. انت يا ابو احمد منفي لما تقعد يعني بنص المحافظات البقيه، ايش تحكي عن محافظتك؟ شنو اللي قدمته؟ شنو اللي قدمته لمحافظه المثنى؟ يعني احنا متظاهرين صارنا 3 سنوات، دخلنا بالسنه الرابعه. يابا اطلع لنا وقول يابا انتوا ما لكم شيء. ايه يعني هاي احنا سنه 2023 دخلناها، احنا ما حصلنا اي شيء. طبعا اليوم خرج مظاهره كبيره، صار اقل من شهر صار لنا مطالبين باعاده دوامنا للدوائر اللي دخلنا الدوائر ب 20 يوم، دوامنا باوامر اداريه من المحافظه وكتاب استثناء من حميده القزي، وطبنا دوامنا قسم بالصحه وقسم بالدوائر البقيه، بعدين تفاجئنا بكتاب تريض عن الدوام. شنو بويا الاسباب؟ قالوا شكاوى عليكم من نزاهر. احنا النزاهه قال عم ماكو شيء، طلعت اتفاقيه من المحافظه. زين شنو الاجراء اللي نريد؟ احنا نريد نوصل اسال عديل عوادي. عديل عوادي قال هو يتكفل الشغله مالتنا، يكمل بكتاب مالتنا اجراءات وجداول وحقول، هو من يم يمشي. زين احنا هسه صار لنا اكثر من 10 ايام هنا طالعين المحافظه، زين غير يطلع لنا المحافظه ويعطينا اجراء او اي حل انه ماكو. عم وصلنا العديل عوادي؟ لا. وصلنا رسم وزراء؟ لا. بس قاعد هناك وشوف الشباب هسه قاعد هاي حسر عليها الربع الله وكله، عوائل عتيه واكو كراوي. والله بالقوه يشد العباس كله دين كرودينا مرات ويجي، وهذا الشباب كله تدري كله ماكو لا قوت ما قعدها، يعني اجي لهنا انا دين كروه. هسه اكو بيوم واحد من الشباب قال اعطيني 1000 اروح اكل اللفه، تدري له لا هنا من الصبح ما ماكل، وتدري بالشباب كله هيك. زين شنو الحل؟ الاطفال يشد العباس بالقوه ماك، اروح الام مرات اخذ لها 5000 اقول لها وصلوا من المدرسه ويجيبوا الملابس والربع. هذا الصبح اليوم قالت اعطيني ربع ابوي ارد للمدرسه، ما اعطيت، ما عندي قوه، دبرت الكرو وجيت بيها. زين شنو الحل؟ ماك راتب 22 يوم دوام وتفاجئنا بهيك حجاره، والله العظيم. زين شنو انتم متفاجئين؟ عجيبه يعني شغلتكم، انتم حاطين الحركه بوي العالم هاي، وصلوا الحل، وصلوا رئيس الوزراء ورجعوا لا تدخلون بيتهم. انتم يعني ما تشوفون، ما تشوفون العالم، ما تشوفون النسوان هاي الاطفال هاي. طبعا انا ما اريد احكي انه اقول لك احنا صار لنا ايش قد متظاهرين، لان زملائي قبلي حكوا بالموضوع، صار لنا 3 سنوات نظاهر، بعدين عينونا على تنميه الاقاليم بالمحافظه، وبعدين نسبونا كل من حسب الاختصاص مال. بعد 21 داومنا بالدوائر، من بعد 21 خلاص انه اجى امر اداري ولغوا اوامرنا الاداريه وبدون سبب. رجعنا يابا احنا شنو ذنبنا؟ زين ليش الحكومة المحلية تنطينا أمر إداري وبعدين تلغي؟ شنو السبب؟ زين احنا مو خريجين، مو استونا، يعني صار لنا سنين 10 سنين و12 سنة و15 سنة، يعني من القدماء لحد 2019 خريجين. فبعدين شنو مصيرنا؟ نبقى ليش وقت نبقى بالشارع؟ ليش وقت؟ يعني ما يسوون لنا حل، ماكو اي حل. تحكي ويا المحافظ ناس واحد يذمنا على الثاني، ويا اللجنه اللي هي مسؤوله عن التوقيع انه على مود ترجع الصحح الامر الاداري مالتنا، ناس يذمنا على ناس، كل ساعه يطلعوننا فد عذر معين يقولون يابا هذا
المسؤول الفلاني ما يقبل يوقع، نروح للمسؤول هو نفسه، انت ليش ما تقبل توقع؟ يقول لا انا مو يمي، يم المسؤول الفلاني، وهاي ظالين على نفس هاي الدوامه، يا رايحين يا رادين، زين احنا هنا ذني شنو؟ احنا من حقنا، هاي ابسط حقوقنا، تاليها احنا ليش وقت نبقى بالشارع؟ يعني ليش وقت باقين احنا يضحكون علينا من واحد لواحد من واحد لواحد؟ لما نجتمع باللجنة ما نوصل لحل، ما يقبلون يوقعون. اي يعني هاي اما الجامعات فاتحه خلي يسدوها، خلي يسدوها. احنا هسه اصحاب شهادات من مختلف انواع الشهادات، المهندسين الزراعيين، خريجين التربويين، والمعاهد والاداره والاقتصاد، يعني مو اختصاص واحد مثلا، وكلها محتاجه. يعني كل احنا من دخلنا الدوائر اشتغلنا شغل مال يعني محتاجين، حتى متمسكين بينا مدراء الدوائر ما قبلوا لما طلعنا، بس هو اجى بعد امر اداري ولغى هذا الشيء، وما نعرف ليش وقت هسه، شو وقت يلتفتون لنا، شو وقت يتغير الوضع، شو وقت يصدقون ويانا. يعني احنا ما عده اقوال، ما جاي ماكو مصداقيه، ماكو مصداقيه، ما جاي لحد الان ما جاي نحصل مصداقيه من الحكومه المحليه. انا اتركهم لان انا اذا ما اطلع وطالب بحق اطفالي، اذا انا لا انا متعينه ولا زوجي متعين، شنو الحل؟ يعني نبقى زين اطفالنا شلون نعيشهم؟ شلون نعيشهم اذا هو هذا؟ انت من انت؟ شنو اللي شنو الموجود هنا؟ ندرس ناخذ شهاده على مود نتعين على مود نعين، هي هاي هي سنه الحياه، بس ماكو حل، ماكو حل. هسه صار لنا احنا 3 سنوات على هذا الوضع، يوميا نروح يطلع لنا المحافظ، يطلع لنا بالسنه حسنه، يمكن طلع لنا على 3 سنوات طلع بس مرتين المحافظ، وقال اه انتم ابنائي وانتم ابنائي، وتاليها ابنائي يمكن القمع بالفيديوهات موجوده، الضرب، الاهاين، الاعتداءات والتجاوزات من قبل الشغب. يعني احنا قاعدين يسمعونا كلام ما يصير، يعني مو كانما عبالك انت جاي عبالك داعشي، مو انسان بسيط جاي طالب بحقك. يعني احنا هذا حقنا، هم سالبيننا حقنا، احنا لا متجاوزين ولا مشاغبين ولا يعني جاي نخرب، احنا جاي مجرد نتظاهر، وداخل الطرق القانونية، ما اخترقنا الطرق القانونية على مود يعاملونا بهاي الوحشية، ما تجاوزنا لحد الآن، ما متجاوزين للقانون لا بالكلام ولا بالأفعال. فالمفروض انه يستوعبون هاي الشباب، البنات والشباب، ليش انا يعني هاي شيء بسيط، هو بالنسبة لهم هو لا شيء، بالنسبة لهم لا شيء، بس بالنسبة انه يغير حياتنا، يغير حياة أطفالنا، يغير حياة عائلتنا. تتوقع أنت أبناء المسؤولين ينهانون؟ تتوقع أنه أبناء المسؤولين يقعدون بالشوارع؟ أو بنات المسؤولين يقعدون؟ يعني أنت ما أنا أكو كلام إحنا نسمعه وموجود مصورينه إحنا من التجاوزات من قبل الشغب، والله نستحي نشره، نستحي على نفسنا، لأن يقولون كلام يعني علينا، مو تقول احنا يعني احنا هنا بالسماوة مدينة صغيرة، واحد يعرف الاخ، يعني واحد ابن عم ابن اخو جيران اقرباء او كذا، بس بكلامهم تجاوزهم انتم شنو انتم؟ يعني كلام ما اقدر يطلع للاعلام. Yeah.
احنا موجودين هنا اكثر من شهر ونص وجاي نطالب ونناشد المحافظ المسؤولين الاعضاء. احنا كنا اجراء مشاريع المحافظه وزعونا على الدوائر، الدوائر محتاجينه واحنا جايين نداوم وداومنا يعني فتره من الزمن، فجاه طلعونا واجانا امر الغاء، فناشدنا مسؤولين ناشدنا المحافظ احنا جاي نجي ونظاهر نقعد. صار شهر ونص تقريبا احنا هنا قاعدين بالشارع، ما حد اجى طلع سالنا انتم ايش تردون ايش بيكم. زين احنا عقود، اكو عقد انسان يتعاقد ويا الدوله او موظف يتعاقد ويا الدوله ويطلعوه، اكو هيك شيء صاير هيك شيء؟ زين المسؤولين يقبلون اولادهم هيك؟ يقبلون يقبل بنته تطلع بالشارع وتقعد يعني وين صايره؟ بيا تاريخ بيا امه يا عالم. انا خريجه 2018 طبعا ولحد الان نتظاهر نسال كذا، فالمحافظ سوانا على الاساس حل انه احنا كنا اجراء حولنا عقود وطلعنا، يعني طلعونا اجانا كتاب الغاء وطلعنا. واحنا على فكره ترى الدوائر محتاجه موظفين. احنا دخلنا سنه 2023، برايكم شنو الحل؟ لازم يسوون لنا حل، فد مسؤول رئيس دوله محمد الشياع السوداني، مسؤول عضو نائب المحافظ، اكو احد يطلع يشوف لنا حل؟ احنا الى متى قاعدين بالشوارع؟ الى متى تقبل على بنتك تقبل على ابنك؟ هذا مو وضع يعني، ليش وقت احنا قاعدين بالشوارع؟ احنا صار لنا اكثر من سنتين او سنه ونص يوميه جيب اخذ لي كرد لي يوميه كتاب صعد كتاب نزل، لن على ابوكم لابو الكتاب لابو بهدلتونا. صار لنا تقريبا بالسنه ونص تمام بهدلونا. احنا نريد نخاطب الشرفاء، هسه احنا بعد عجزنا بعد ما اريد اسمي بمسميات، لان هوايه سمينا مسميات، تعال يا فلان تعال شو اسمه عمي يا الشرفاء. اذا اكو شريف هذه ناس جايه وطالب حقها 811، صارهم سنه ونص ما يملون، لان هوايه راهنوا على انه يملون وش اسمه هاي سالفه خوش حكي ياخذون حقهم. بس اذا اكو شريف ينظر لهاي الناس وينظر لمعاناتها اللي يوميه تتجدد ويوميه اكثر يوميه تزود المعاناه تمام. فاحنا 811 والدوائر كلها محتاجه. بالنسبه للتربيه تروح المدرسه تلقاها مدير ومعلم يديرها، والكل تعرف مدير التربيه يعرف، الكل تعرف هذه الاشياء. لم نعرف الاليه كيف شلون تمت عمليه السحب، هناك مفاضله باولويه دون معرفه الاسباب. اما بالنسبه احنا قضيتنا احنا 811 عينوا جزء 400 بكتاب رسمي خلال شهر، فوجئنا بالغاء الكتاب الامر بدون معرفه الاسباب. لذا نطلب من المحافظ المثنى وباقي اعضاء مجلس النواب اعاده النظر بهيك قرارات لازم تكون منصفه بحق الخريجين. مثل ما تشاهد هذه الاعداد قدامك، عددنا 811 وصار لنا تقريبا ما يقارب يعني بالسنه ونص فوق السنه ونص، هاي بدايه سنه 2023. بالنسبه لمحافظه المثنى، يعني محافظه المثنى ايش ما يعطون تعيينات قليله بحقها، لان محافظه منكوبه وكلكم تعرفون نسبه الفقر وصل ما يتجاوز تقريبا 52%، يعني من المحافظات الفقيره الى مستوى من المحافظات المهمشه بكل النواحي. احنا بالايام ذيك اللي فاتت كنا معتصمين هنا بالليل، انا بدي اسالك سؤال، بدي اوجه لك سؤال كونك اعلامي. ياهو اللي يقبل منهم من المسؤولين سواء الحكومه المحليه ام الحكومه المركزيه؟ هاي بنات وناس عافت عملها وعافت شغلها، اكو ناس دخلوها دوائر تعقدوا وياها مده 22 يوم وطلعوها. يابا شنو السبب؟ سبب خطا. الخطا ما اتحمله انا، تتحمله محافظه حكومه محليه هي اللي تتحمله. حكومة مركزية شغلة هذا مو شغلي أنا. أنا طلعت وطببتني للدوائر، أنت لما تطبب لك خريج تعبان على روحه وعلى نفسه صار له 14 سنة وطلع خلال 22 يوم، يعني ايش تحس مثلا؟ مهزلة ضحك ما جاي نعرف. هاي بالنسبة للحكومة المحلية. أما بالنسبة للنواب السبعة، نواب السماوة السبعة، عندنا سبع نواب ما شاء الله مثلون محافظة. أتحداك هسه نائب اجى لهنا شاف العالم هاي القاعدة كلها. انت نائب لما صعدت عليه من صعدت غير صعدتك هاي الناس؟
توصل صوته. سبع نواب ولا أبد ولا واحد منهم أجا ولا واحد كلف نفسه وحضر. هاي بالنسبة لمن نحكي، نحكي على الحكومة المحلية. الحكومة المركزية حدث ولا حرج. تهميش يعني السوداني زار المحافظات كلها ما عدا السماوة. شنو السبب ما قال نعرف لحد الآن. تهميش بتهميش، تعب بتعب ناس عارفة شغلها وعملها وقاعدة تشوف تشوف البنات تشوف العوائل، ما جاي نعرف السبب شنو. دخل العالم طلعها، شنو السبب يابا؟ خطأ إداري. ما نعرف الخطأ الإدارة تحمله أنا لو يتحمله هو، هو أبو محافظة. بنطلب من قناتكم إيصال صوتنا للجهات المركزية، الحكومة المركزية، إلى مسؤول، إلى كل يعني براسه شرف شوية، عنده شرف، عنده غير على أبناء هاي الناس القاعدة التعبانة هنا. والله عمي ناس عافت شغلها. كفيلكم العباس بفاضل واحد وما سما تلقى بيها ب10,000 دينار. اليمن ليش هو ما جاي نعرف؟ اللي طبعا هي صدمة بالعراق كله ما صايرة، أنه عقد 21 يوم يتعاقد وياك وراها يطلعك من الدوار، ما صايرة ولا صايرة أبد. دوم تاريخ البلدان كلها تعاقد وياك، طبك للدوائر، موظف، انتهيت تمارس عملك كموظف 21 يوم وينهي عقدك. هنا موجودين وموجودين وبتصاعد ويوميا صاعد. يا أما هم يجيبوننا الحل ويرجعوننا لدوائرنا، يا أما ياخذوننا رئيس الوزراء وإحنا نجيب حلنا من رئيس الوزراء. هذا العدنا وهذا المستميتين عليه، ما نرجع لهن لبيوتنا. كنا ممثلين إحنا عن العالم 3-4 تنسيقية، بس لا، العالم طبت المن طبت للدوار بعد. وادم ما تلزم بعد، ما حد يلزمها، صارت موظفة شمت ريحة الدوام من عقب 3 سنوات، صار لها قاتل بالشارع بالخيم بالحرب بالبرد بالمطر، وراها طببوهم للدوار وطلعوهم. خلاص العالم بعد ما تلزم، ما أن سلطة عليهم بعد ما نمثلهم ناس موظفة طبت للدوار وطلعت طلعوهم. لذلك هاي الوادم هنا مستميتة، هالعالم هاي، هالبنات هاي، هل عجايز الويانا طالع مكان بناتها، شياب ويانا طالع مكان بناتها ومكان ولدها، ولدها على باب الله. هاي ما ترجع، مستحيل ترجع. احنا طالعين وياهم قدر الامكان نهدب الوضعيه حتى ما يصير تصادم بين الشارع بينهم، لا اكثر ولا اقل. وجودنا مو كتنسيقيه، لا، وجودنا من باب نوصل صوتهم للحكومه المحليه. اللي رايته هاي العالم، يا اما الحكومه المحليه تجيب حلها وترجعها للدوام من بغداد، يا اما تاخذ وفد من هاي الناس تاخذها الرئيس الوزراء وهم يجيبون حلهم من هناك. هذا كل اللي عندنا. قابلت رئيس الوزراء رئيس الوزراء الاسبق مرتين، رئيس مجلس النواب مرتين، حميد الغزي الامين العام مرتين، رؤساء الكتل على مره وعلى مرتين وعلى ثلاثه، نائب رئيس مجلس النواب 4 مرات 5 مرات 6 مرات. بس الحل موجود بيد حكومتنا المحليه، هي اللي تجيبها من بغداد مو احنا. يردون ياخذوننا رئيس الوزراء، احنا نجيب حلنا من رئيس الوزراء، مثل ما رحنا وجبنا حلنا منك من رئيس الوزراء وداوموا قسم من عندنا وعن نفط وموجودين عن نفط، احنا نروح هم ونجيب حلنا بيدنا. والحل لهم والخيار لهم. هاي الناس قاعده هنا لحين ما لو وفد يتشكل ويروح الرئيس الوزراء، لو منا ويرجعونا للدوام. هذا كل اللي عندنا.